هالبرد يا سيدي موفق، شايف راكبين بسكليتات واحنا شاحطين البسكليت في جنب السروي باب الدار. هلا بتروح هيك بدك تشوف الطريق زي ما بتقول، شايف بتروح هيك وبتمشي هيك، تيجي بتروح هيك وبترجع، ما بتصور قاعدة. يا اخوتك يا موفق بقولوا لك انك يا ابو ماهر، شو بسوي هذاك؟ الك شو فيها الصوره، الك شو ايه زغطه هذاك اللي على المينا، هذاك اللي على المينا ما شاء الله شمس بس سقعة ولا سقعة بالطريقة شو اسمها باللهجة النابلسية هي. تعال شوف هذا عمك محمد الحج محمد، بقول هذه الحنفية والمغسلة اللي بغسلوا فيها صيادين السمك سمكهم، تقول هاي عنا بتبتش ها هذا يا فندي اللي بصيد سمك بيجي بقطعها ومش عارف ايش وبنظفها هنا وبحطها في كيس وبروح. هذه هيك بخبط عليها، شايف تفتح الحنفيه من هان بتدش المي من هان. فصورناها لعمك محمد فبقول لك يا عمي والله هذه هاي في بلادنا ما بتبتش بخلعوها. هذاك بعدهم معلقينه، شوف الحديد كيف عوامل الدعرية. طيب هاي صغيرة علي اللقطة حلوة ها شايف. واو هذه نورث ساوث نيوجيرسي هاي الشكل، والايست على جهة هاي الجزيرة والشرق الاوسط، والشمال هيك من اطراف الجسر هيك شمال. لا والله حلو ولا شو اسمه